السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في المرة اللي فاتت عند ايه؟ خلصنا الإخراج، يعني خلصنا الفصل والإخراج اللي هو الطباعة في برنامج الفوتوشوب وبرنامج الستريتور. دلوقتي هنخش على برنامج الكورل درو. طبعا في الفيديو اللي فات احنا وصلنا ان الناس رسمت الرسمة، وفي نقطة بس يعني نسيت أقولها عليها المرة اللي فاتت، فأنا هقولها المرة دي بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للإستريتور، بالنسبة للكوريل. النقط دي يا جماعة لما أحب أرسمها على الكوريل، الخطوط اللي زي اللي قدامنا دي لما أحب أرسمها على الكوريل برسم عادي، بص عادي خالص أهو، باجي من على البنتول هنا كده، متأسف، على البنتول، تمام، بختار البين هنا وبرسم. رسمت اللاين، وبعدين باجي من قائمة من اوبشن بتاع اللاين، تمام، وبختار اللاين اهو، بس نقط وبختار اقف عليه، بختار الاوبشن بتاعه، بكبر اللاين شوية، تمام، عشان بس انا كبرت عشان تشوف التفاصيل، تمام كده. من الاوبشن بتاع اللاين ضغطتين اهو، بختار اذا كان اللاين نهايته دائرية، نهايته مستطيلة زي ما احنا شايفين كده، وبدل اوكي، تمام. الاعراجاج اللي في الخط ده هو اصلا في الرسم، يعني لو بدأت بالفري هاند كده، الفري هاند وعملت كده وبدأت كده وعملت كده، تمام، وجيت كبرت خليت حجم اللاين مثلا 2 3 مللي، 2 مللي ونص مثلا، وحبيت اعمل نفس القصة كده، خليته برضو منقط زي ما قدام مني كده، تمام اهو، وعملته بنفس الشكل، هيديني برضو نفس التأثير بتاع الخط الايه الاهي، تمام كده يا جماعة. هو ده الموضوع كده يعني، بس الاوبشن ده بيجي بنفس الشكل ده كده. بحدد الاوت لاين وبختار بتاعه، بختار المنتصف بتاعه، بختاره بالشكل ده. ممكن انا لو عايز اعمل شغل تاني موجود فيه، يعني بالنسبة للكوريل، في لو عايز احدد نهايات الكلام ده كله، كل ده موجود في الكوريل. المهم نرجع للمضمون الرئيسي بتاعنا، اللي هو كان ايه؟ الرسمة كده معايا. طب انا عايز اعمل الرسمة دي اخراج عن طريق الكوريل، برضو قدام مني حاجتين. الحاجة الاولانية اني انا اعمل جروب اهو، جروب، تمام، واعمل منه ادي لير، ادي اتنين جروب كده، اتنين جروب، تلاتة جروب، وهاخد جروب واحد اساسي ده اللي هشتغل عليه، ده اللي هيبقى الامام الحد اللي واعمل لهم تساوي عن طريق حاجة اسمها اللي هي ايه، بس مش هعمل حاجة خالص غير حرف الايه، تمام، هيساويهم بالطول يعني. وبعدين اجي على احدد دلوقتي، دول انا شغال في 4 لون، احدد 3 لون منهم، تمام، واقول له فايند اديت، تمام، فايند اند ريبليس، واختار ريبليس اوبجكت، وبعدين ابلاي، وبعدين نكست. افضل طريقه ان انا اختار بيها الالوان عن طريق الباليت اللي انا كنت شغال فيه من الاول. انا كل ما ارسم لون بحدد الباليت بتاعه، فانا حددت هنا الايه الباليت اللي شغاله معايا، فافضل طريقه ان انا اختار بختار من الباليت دي. انا هبدا مثلا باللون هنا، تمام كده، واخليه في كل في الثلاث ليارات دول، في الثلاث جروبات دول اخليه لونه ابيض، تمام كده يا جماعه، تمام. نبدا واقول له ريبليس اول، تمام كده. طيب خدنا اول لون، طبعا عايز اخد اللون التاني، هبدا كده برضو بنفس القصه، احتاج اختار ثلاث برضو، ثلاثه جروب، واقول له فايند اديت، فايند اند ريبليس، ابلاي، تمام يا جماعه، واخد اللون الايه، اخد اللون التاني اللي بعد منه مالكم مثلا اللون الاصفر، واقول له واختار واخليه كله ابيض، واقول له فينش ريبليس اول، بس يا جماعة لو كبرنا كده، لو كبرنا الصورة هتبص تلاقي اللون الأصفر اختفى من كل الألوان ما عدا لير واحد بس،
اللون الاحمر هنا، اللون الفوشيا اختفى من كل الالوان، او اللون الروز اختفى من كل الالوان ما عدا لون واحد بس. وبنكمل بقى الباقي على كده، يعني ايه تقريبا ما عدا اللون الاسود. ليه بقى اللون الاسود؟ لان لما اجي افعل اللون الاسود هنا كده مثلا، لكم مثلا اخلي ده شيفت وشيفت واخلي ده لوحده اسود، هقول له edit وهقول له find and replace find object، وهختار apply، وهختار هنا من هنا اختار اللون الاسود. هي بس المشكلة اللي فيه ان انا هختاره على مرتين، مرة في الاوتلاين ومرة في الفيل. فانا كده هختاره دلوقتي في الاوتلاين. تمام كده يا جماعة، اخترناه في الاوتلاين finish. بصيت لقيت في الاخر الاوتلاين بتاعه موجود. تمام، طب انا مش عايز الاوتلاين، عايز الاوتلاين الاخر يمشي، فهضطر ان انا احدده تاني نفس التحديده دي، لان الكوريل للاسف ما بينفعش يحدد الاتنين مع بعض. فايند اند ريبليس، واختار المره دي اختار الاوتلاين بتاع الاسود. تمام كده يا جماعه، المره دي اختار الاوتلاين بتاع الاسود اوتلاين، وهخليه ابيض. كده يا جماعة وصل الموضوع. تقريبا احنا كده تقريبا، يعني لو انا جيت حددت على ده كده وعلى ده كده، تمام، وقلت له edit find and replace، وحددت اللون الازرق او الزهري وخليت كله ابيض، وقلت له finish. بص يا جماعة كده، أول ما البرنامج هيخلص هتلاقي كل لون، أدي يا جماعة كل لون في لير لوحده أو كل لون في جروب لوحده. طب أنا عايز أتأكد إن كل لون في جروب لوحده، لو سحبت ده كده هتلاقي جروب ماشي معايا. تمام، دي طريقة. فأنا دي مش عايزها. أنا بالنسبة لي الكلام ده لو همنتج والكلام ده كله، هضطر ان انا اعدل الحجم بتاع الصفحة، اخليه مثلا 90، لان اغلب البلوتر 90، وهرصهم في 90. تمام كده، طب انا هطبع على بلوتر E4 E3، هطبع على برينتر E3، والقصة دي انا مش محتاجها اصلا معايا، مش محتاج ان انا منتج ولا اعمل، لان القصة دي رخمة شوية ومعنديش وقت اصلا ليها. تمام، انا كده دخلت على الاهو، حطيته في مكان الطباعه خالص، في مكان تمام يا جماعه. وبعدين انا مش محتاج ده، ماشي، هقول له فايل بنفس القصه كده وهقول له برنت. دلوقتي انا كده مختار البرينتر اللي عندي والدنيا تمام. طيب انا دلوقتي هاجي على الكلر ده كده اللي بيزن عند الناس كلها. الاول هحدد البرفورمانس، حجم الورقة، عشان احدد انا عايز اطبع مقاس الورقة ايه. اختار طبعا الورق اللي انا شغال عليها دي E3، الملف شغال E3. تمام كده يا جماعة، وبعدين اخش على الكلر، طبعا هو في اتنين، في حاجه اسمها color composition وفي sprinkle، فانا هختار السبرنج. تمام كده، وبعد كده هخش على قائمه السبرنج. تمام، هختار اللي هي برنت قلت كيست بلاك، وهختار اولوز اوفر برنت بلاك. تمام كده، تمام، وهقفع هنا كده، اشيل الالوان دي اللي هي الماجنتا، انا مش محتاجهم اصلا، الماجنتا والاربع لون دول انا مش محتاجهم، فانا هتشيل الشو
شو بلد؟ تمام كده يا جماعة، مش هطبعهم، أنا مش محتاجهم أصلا في الطباعة. كده هو هيطبع لي الألوان اللي أنا محددها بس. طيب أخش على اللي أوت، آسف، أخش على إيه؟ هخش على الجنرال تاني، كلر، أنا بتأكد إن كل حاجة تمام. هخش على البروسيس واختار فيرستس ده، واختار الايه برينتر جيست، واختار ده كده يا جماعه لو انا عايز كروس، دي كده الكروسات الموجوده. تمام كده، ايه تاني؟ ايه تاني؟ تمام. وبعدين هقول له برينت بريفيو. لو لاحظنا كده هتلاقيه هو مديني في البرنت بريفيو مديني الليست لوحده. طيب انا لو حركت كده بالماوس بالاسهم اللي تحت دي وخدت تكه، هتلاقيه جايب لي اللون التاني لوحده. طيب كمان تكه جايب لي اللون التالت لوحده. طب كمان تكه جايب لي اللون الرابع لوحده. طيب انا دلوقتي مش شايف ماركات خالص، مش شايف اي علامات، فهفعل مارك هنا، علامه المارك على اليمين اهي على الشمال، ضغطت عليها هيفتح معايا قائمه المارك فوق اهي. تمام، لو ضغطت على اول واحد ده هيديني الانفورميشن بتاع الملف، هنشوفه دلوقتي لما نكبر. تمام، لو ضغطت على التاني هنا هيديني اوبشن جديد، لو ضغطت على التالت هيديني اوبشن جديد. تمام يا جماعه، الرابع هيديني اوبشن جديد. طيب الحاجات دي مش متفعله ليه؟ عشان انا من هنا من الاول من هنا من البروسيس ما خدتش المارك تو اوبجكت، ماركس تو اوبجكت، هعلم عليها وادي له اوكي. كده يا جماعه كل حاجه ظهرت معايا اهي. طب انا عايز اشوف اللي انا قلت عليه من شويه اللي هو بيانات الصفحه ووقت الطباعه والكلام ده كله. الناس اللي بتحب تكتب تفاصيل الملف، ادي يا جماعه تفاصيل الملف كلها وكل حاجه عن الملف. تمام، ده كده الكروس اللي في النص. تمام كده يا جماعه، ده كده لو هطبع مباشر هو البرينتر نفسها في الاوبشن ده هيطبع كله لوحده اوتوماتيك من غير اي تعديل من اي حد، ولا من غير ما تمدلك على حاجه خالص، هو شغال مع نفسه دايركت بكورساته بكل حاجه، انت مش مطلوب منك غير انك تديله ورقه بس. طب يا جماعه دي نقطه. النقطه التانيه بقى، هبقى انا دلوقتي عايز امنتش، هنرجع للملف الرئيسي بتاعنا اللي احنا خرجناه من على الفوق من على الاستريتور. تمام يا جماعة، الملف اللي احنا خرجناه من على الستريتور فين بقى؟ ده كده انا مش عايزه خلاص، هقفله. بص كده يا جماعة، لو فتحت الملف اللي انا فاتحه من على الستريتور وقلت له اوبن ويز كورل درو، الملف اللي انا سيفته من شوية في الفيديو اللي فات على الستريتور، الملف ده على فكرة هرفعه برضه مع ملفات المتابعة، هتلاقيه قاريلي هنا من واحد لأربعة. دي ده عدد الالوان اللي فيه، عدد الاوبجكتات اللي فيه. تمام، هيفتح معايا اربع فايلات، اربع صفحات، اربع ويندو.
معلش هو تقريبا الجهاز خلاص بيودع يعني. ده اول لون، ده اللون التاني، ده اللون التالت، ده اللون الرابع. تمام يا جماعة كده نكمل. طب انا هنا في حجم الملف هنا عايز اخليه 90، فخليه 900 على اساس ان انا شغال على اكبر حجم للبلوتر. خلاص ما شفتش بصراحة بلوتر هيطبع اكتر حاجة 105. تمام. طب هما دول اربع ملفات، فهحتاج ان انا اشتغل على ايه؟ على 500، خليها 600، خليها 900. تمام. وهاخد اول ملف ارمي هنا. طب لو دخلنا على التاني، تمام، هاخده مش هعمل حاجة، هو بس انا هطلعه بره كده وهرجع على اول واحد تاني. تمام. ارميه بره. تمام يا جماعة، وارجع اخد ده وارميه بره، بره المربع. بس انا كده ما عملتش حاجة غير ان رميت الملف بره المربع، بره مساحة العمل. تعالى بقى نرجع لاول ملف خالص اهو، هشد ده كده اخده زي ما هو كده جروب واشده ارميه هنا، واخد التاني الاخر اشده ارمي هنا. تمام. وبعدين اسحب التالت اهو اشده ارمي هنا. تمام يا جماعة. وبعدين طب انا عايز اطبع على ايا كان بقى البرنامج اللي هتطبع عليه، فاظن الدنيا بسيطة جدا ومفيش فيها اي تعقيد ومفيش فيها اي حاجة. عادي هطبع على من على الكور الماشي، مش عايز اطبع من على الكور، وعايز اطبع من على الستريتور او على الفوتوشوب، فهعمل فايل واقول له سيف از. تمام. وخلي السيف اخليه بي دي اف، اظن الموضوع في منتهى البساطة اهو، سيف بي دي اف. ان شاء الله نكمل. نبتدي بقى الفصل اللي هو بتاع الشبكيات بقى والفور كولر والكلام ده، ان شاء الله ان شاء الله هنبدأ فيه من بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.